روح دوبر كيسلخ فيه الاخر درويش اصاح اذن مشاهدينا الكرام مشتاقين شفتي مرحبا بكم معنا في الحلقه المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. يعني كيف ما كتبوا معنا عناصر الامن التدخلات الموجبه ديالهم الايجابيه قاموا باعتقال واحد الشخص اللي كان منوض روينا اعتدى على واحد شخص اخر. يعني عناصر الامن صراحه مشكورين اللي قاموا باعتقال هاد الشخص هذا اللي كان منوض روينا هنايا وسط مدينه الدار البيضاء. فتحياتي لعناصر الامن على المجهودات الكبيره اللي قاموا بها. قاموا باعتقال ديالو فمشكورين عناصر الامن توجهوا به الى مصلحه الديمومه. يعني بعض الاشخاص صراحه اللي كيكونوا في حاله غير طبيعيه وكيديروا شي مضاربات خايبه، ها هو شخص في حاله غير طبيعيه السيد مسكين غير دايز من حداه شدو وبرك كيضرب فيه وبرك كيعطيه في العصا. ولكن فرقه الدراجين مشكورين اللي دخلوا على وجه السرعه وقاموا بالاعتقال ديالو. يعني توجهوا به الى مخفر الشرطه من بعد ذلك غادي نديوه الى مصلحه الديمومه. طاح لي فمو ضربو طاح لي فمو اشوف بك فم اللي طاح لي فمو راه ماشي هو هذاك اللي الاخر راه سلافيا هو اللي طاح لي سنه طاح لي سنه وطاح لي فمو خلى فمو تما الاخر طاح لي فمو بغا يختي في جيبو طاح لي بقى يعطيه في العصا طاح لي الفم انساه مسكين راه انساه وياه هاو فم بقى يعطيه في العصا حتى طاح لي فمو صافي سير اخويا طاح لي فمو ها الدوي تو بوسطة مخفر او السيد غادي لي فمو او راه بقى كيعطيه في العشاء تطاح لي فمو او السيد غادي لي بالفم ديالو المخفر الشرطة قول لي راهو فمو هاو فمو هاو فمو فمو هاو راه طاح لي فمو راه طاح لي فمو لا راه ضربوه داك اللي لداخل راه طاح لي فمو. يعني في هاد اللحظات جابوا مخفر الشرطة يعني بقى كيعطيه في العصا حتى طاح لي فمو تحت لاباراي ديال الفم ديالو. هما في اللحظات دخلوا مخفر الشرطه من بعد ذلك غادي نتوجهوا بهم الى مصلحه الديمومة. يعني طاح لي الفم ديالو طاح لي الفم ديالو فدخلوا فرقه الدراجين وايضا عناصر الامن صراحه اللي كيقوموا بمجهودات كبيره لا في مخفر الشرطه لا في مصلحه الديمومة لا فرقه الدراجين لا الحملات الامنيه. يعني صراحه كيقوموا بمجهودات كبيره ضرب السيد طيح ليه لاباري من فم ديالو ودخلوا عناصر الامن وقاموا بالاعتقال ديالو. في هذه اللحظات هما داخل مخفر الشرطه وغادي يتوجهوا به الى مصلحه الديمومة التابعه لمنطقه انفا. فتحياتي لعناصر الامن صراحه والله القسم لانهم كيقوموا بواحد المجهودات كبيره ومجهودات جباره. فتحياتي للامن الوطني بلادنا بلاد الامن والامان. يعني فكون ما كانوش امن كانت غتطور وتفاقم الامور. فولله الحمد دخلوا عناصر الامن وقاموا باعتقال هاد صاصا على
تنمش الكرام غادي نتاعكم على منطقة كونفيت مباشرة ان شاء الله. الى اللقاء.